الحمد لله شعب البحرين شعب طيب وشعب بيتواصل ويتلاقى في هالمناسبات الطيبة، والتواصل واللحمة بين الناس هي من يعني من مكارم رمضان ومن أخلاق الإسلام، تواصلوا وتحابوا. فالحمد لله البحرينيين كلهم يحبون الميالس ويحبون اللقاء مع بعضهم بعض والتلاقي والأحاديث المختلفة سواء كان في الأمور الدينية أو في الأمور الدنيوية. فالحمد لله. مما يثلج الصدر فعلا أن العادة التي ظلت محتفظة بقيمها هي عادة المجالس، من ضمن العادات الكثيرة التي اختفت في رمضان. عادة المجالس ذي احنا متعودين عليها كبحرينيين من الطفولة، وذلك لأن ما توارثناه خصوصا الحكمة العربية التي تقول أو المثل العربي الذي يقول مجالسنا مدارسنا. لذلك نحن نتعلم التواصل، نتعلم صلة الرحم، نعرف أصدقائنا، نعرف ماذا يجري من خلال يعني قبل التلفزيون وقبل وكالات الأنباء كانت المجالس هي الوسيلة التي يعني هي التي تؤلب القلوب وتقرب القلوب لبعضها البعض، والحمد لله مستمرة إلى هذا اليوم، والله إن شاء الله يخليها مستمرة إلى الأبد. دور المجالس جدا مهم في تعزيز الهوية البحرينية والعلاقات بين العوائل والأسر البحرينية الأصيلة، وما يتيح للمواطنين التواصل بينهم بين بعض، السؤال عن أحوال البعض، فيه السؤال عن أمور البلد، عن آخر الأخبار. جدا مهم أن الشباب يكون موجود في المجالس لأن تعزز من معرفته للعادات والتقاليد وتخلي أواصر المعرفة جدا مهمة بالنسبة حق العلاقات بينهم بين بعض. هذه المجالس فيها صلة الأرحام وفيها فيها فيها طبعا خير كثير يغفل عنه الكثير. طبعا احنا نحاول نحث عليه ونذكر الأجيال الجديدة بها عشان ما تندثر ناس ما تقول. وهذه المجالس في الوقت الحالي يعني افتقدت حق عنصر الشباب ناس ما ذكرتها،
واحنا نتمنى رجوعهم حق هذه المجالس ويعني رجوعهم حق هذه المجالس علشان يستفيدون منها وياخذون العادات والتقاليد ويكون اطباء ابائهم واجدادهم. طبعا مواضيع عامه يعني هي سوالف عامه وتاخذ اخبار اهلك تاخذ اخبار ناسك يعني واقاربك تواصل وياهم تعرفهم. احنا يعني من اكثر الفوائد اللي استفدنا منها من هذه المجالس عرفنا اهلنا. يعني احنا يعني قبل فتره يمكن ما كنا نعرف اهلنا كثر ما عرفناهم في الوقت الحالي. يعني استفدنا من المجالس يعني فائده كبيره طبعا ما بيحس فيها الا اللي خاضها.